حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. حلقة اليوم سنتكلم فيها عن استمرار لعبة كرة القدم التي تقوم بها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والساحة هي العراق. تابعونا بعد الفاصل. بالفتح واضحين، نرفض أي تدخل أجنبي في العراق. العراقيين المفروض أن يقوموا تمثال لقاسم سليماني لأن خلصهم من داعش. لم ولن نسمح بأي تدخل أجنبي. الإمام إذا يقول حرب حرب، وإذا صار تدخل أجنبي صدقوني لا استصار في العراق. الإمام إذا يقول صلح صلح، ولا نجاح في العراق. نعم نحن مع الإمام. وشعارنا يجب أن تكون الحكومة القادمة قرار عراقي بامتياز. حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة صوتكم. الموضوع اليوم راح نحكي به هو حالة العراق السياسية وتقاذف الولايات المتحدة الأمريكية وإيران الكرة بين الطرفين، واللعبة تكون على ساحة وهي العراق. هادي العامري لما طلع قبل شوية حكى اللي أريد أقوله بالمختصر، لكن راح أعلق عليه. بداية هذا البرنامج وجد حتى نسمع آرائكم ونسمع صوتكم. للاتصال بنا أرقامنا تظهر أسفل الشاشة، أيضا عندنا رقم الواتساب ليظهر أسفل الشاشة، تقدرون تبعثوننا به رسائل كتابية رجاء، تكتبون لنا اللي تردون تقولوه مع اسمكم من وين، احنا راح نقرأ إن شاء الله. اتصال عن طريق برنامج الواتساب ما أقدر أستقبل. بداية هذا العامر يقول أي تدخل أجنبي من الخارج راح يؤدي إلى حالة عدم استقرار وحالة عدم نجاح، يعني فشل بالعراق. ما شاء الله، هم يعني هم يعرفون اللي دا يصير. يعني عليل وينطدوه، هو أنت جايب تدخل أجنبي، أنت حطوك بتدخل أجنبي، انت صرت بمسؤولية بتدخل أجنبي، انت صرت زعيم ميليشيا بتدخل أجنبي، سلموك سلاح بتدخل أجنبي، وطبيت للبرلمان بتدخل أجنبي، واستلمت وزارات بتدخل أجنبي. ولو ما التدخل الأجنبي لا انت ولا غيرك ولا عشرة مثلك يسمحون إلك أو لابنك يوقفون طيارة بمطار دولي. يعني هم يعرفون، يقول لك ماكو استقرار. زين هو انتم شلون جيتوا هاي العمليه السياسيه كلها؟ شلون جتي؟ لما نيجي يقول لكم اني ارفض تدخل الاجنبي، هي شلون صارت؟ لما يجون البرلمانيين هسه ورا 15 سنه، طبينا بال 16 2019، لما يجون يقولون احنا دن خطط الى تشريع قانون وقرار بالبرلمان حتى نطلع الجيش الأجنبي أو أي جندي أجنبي من العراق. ما شاء الله، هم يردون يسوون ما يسمى بالتأميم، يردون يأممون العراق من التدخل الأجنبي أو الجيش أو الاحتلال أو شو يردون يسموها. هو أنتوا شلون جيتوا؟ زين ذولا إذا راحوا أنتوا راح تبقون؟ زين أنتوا تقولون مر التدخل الأجنبي، هل هو هذا فقط على الأمريكان لأنه اختلفت المصلحة السياسية ويا إيران؟ لو راح ينطبق على الإيرانيين وراح ينطبق على اللبنانيين وراح ينطبق على كثير من الأمور. ميليشيا حزب الله بالعراق أجنبية، الجيش الإيراني أجنبي، الحارس الثوري أجنبي، قاسم سليماني أجنبي. قاسم سليماني الرئيس الفعلي للحكومة العراقية والرئيس الفعلي للجمهورية العراقية والرئيس الفعلي
للبرلمان العراقي اللي كل هذولة خدام جوا رجليه الرؤساء الثلاثة. فأنتوا إذا طلعتوا الجيش الأمريكي قاسم سليمان يروح لو يبقى؟ على كل البارحة قريت خبر يقول أنه وسائل الإعلام كشفت أنه أكو قائمة ب 67 ميليشيا وفصيل مسلح الولايات المتحدة الأمريكية تطلب تجميدها وسحب السلاح منها، اللي أثار يعني مو حفيظة خلاني أضحك صراحة، اللي هو عبد المهدي لما يطلع يقول أنا أدعو الجانب الأمريكي لإعطائي وقت للرد. طبعا يطلب وقت للرد لأنه هو ما عنده جرأة حتى يرد، لا عنده الجرأة يرفض ولا عنده الجرأة يوافق، فهو لازم يروح أول شيء للميليشيات يقول لهم يا بترى ترامب طلب من عندي أنه أنا أسحب السلاح من عندكم، شنو رأيكم؟ راح يقولوا لا خاف ما ترضى تريد تاخذ السلاح من عندنا، هو لو ما احنا منو جابك للرئاسة الوزراء؟ كان ها صدوق يقولهم خوش يركب طيارة يروح الطهران. يا أبو أمريكا هيجي خاف ما ترضى لو ما احنا انت تصير رئيس وزراء؟ يرجع لأبو أمريكا يقول لا اعذرني ما اقدر اسحب السلاح من عندهم. فده يطلب وقت خطيه يعني حتى ياخذ من أسيادة الجواب الصحيح حتى يعرف يجي الأمريكا ايش يجاوبها. طبعا الجواب اذا اخذ من ايران معروف لا، واذا اعتمد على الميليشيات لا، لكن ورا هاللا ايش راح يصير؟ ابو عبد الله من لندن حياك الله. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحيه لك ولقادر قناه الرافدين والساده المشاهدين. حياك الله. الله يحييك أخي أفل. طبعا هادي العامري مثل ما الآن نقلتم صورة وصوت يقول الإمام إذا قال حرب حرب وإذا قال سلم سلم، ويقول من جهة أخرى أنه يرفض التدخل الأجنبي. طبعا الإنسان طبعا الذي هناك خلل في العقد، هذا تناقض شديد، هذا العامري من كثر اللطم صاير خلل في عقله، من كثر ما يلطم على رأسه صاير خلل في عقله. دعني أوضح، يعني هو عندما يقول الإمام قال حرب حرب سلم سلم، طبعا إمامه يقول الأمريكا شيطان أكبر، أتعرف هذا ولا لا؟ مرجعياتهم يقول الأمريكان أمريكا شيطان أكبر. نعم صح ولا لا؟ فمن جاب هو؟ من جاب هو إلى العراق؟ طبعا الشيطان الأكبر هو اللي جاب للعراق الأمريكان. نعم. يعني هم رفسنجاني خامنئي خاتمي كلهم قالوا لولا طهران ما سقط بغداد وكابل، صح؟ هم استخدموا ميليشياتهم في ضرب المقاومة العراقية، والآن الأمريكان بعد ما استخدموهم، طبعا الأمريكان يعني المعروف عن السياسة الأمريكية بعد ما يستخدموا عملاءهم سواء على مستوى دول أو على مستوى أشخاص يرمون في القمامة في سلة المهملات. الآن الأمريكان استخدموا هؤلاء الميليشيات وخلوا يعني دمروا العراق، فالآن جاء دورهم. أنا أتوقع إن شاء الله قريباً هذا العامري راح يقتل في قمة طهران، سنرى إن شاء الله قريباً سيقتل في قمة طهران. هذه يعني انظر ماذا فعلوا للعراق، دمروا العراق وهو يرفض التدخل الأجنبي. يعني الأمريكان يوم اتخذوا قرار غزو الحرب العراق ضربوا القوانين الدولية، تدخلوا في العراق بالقوة. أنت ترفض، أنت من حتى ترفض التدخل الأجنبي؟ أنت الأجنبي مثل ما قلت الأجنبي الأمريكان هو الذي جاء، هم اللي أتوا إلى الحكم، خلوك لا. يعني عميل، يعني نرى الأمريكان يعني خلوك ميليشياتكم تبطشون تقتلون، كلها الأمريكان يعني يشوفون إيش تسوون. فأمريكان مثل ما قلت استخدموهم وراح يرموهم إلى سلة المهملات قريبا. شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا لك أبو عبد الله. أبو عبد الله يعني توضيح صغير، أنه هادي العامري لما طلع وقال إذا الإمام يقول حرب حرب أو صل، هاي أثناء الحرب العراقية الإيرانية، لما كان هادي العامري اللي من المفترض أنه هو عراقي الجنسية اللي هو هسه قاعد بالحكومة العراقية ويقول أنه أنا عراقي، وإلا من المفترض أثناء تلك الحرب أنه يدافع عن العراق ضد الهجمات الخارجية. لكن إذا ما تعرف أو الكثيرين ما يعرفون أنه هادي العامري وعبد العزيز الحكيم ومحمد باقر الحكيم والكثيرين كانوا مع الجيش الإيراني ضد الجيش العراقي،
وهذا العامري بالحرب العراقية الإيرانية بذاك الوقت تلطخت إيده بدماء العراقيين اللي هم أبناء جلدته وهسه وهسه أكثر طبعاً وأفظع، لأنه الميليشيات حالياً يعني طردوا داعش، واحد ما ينكر هذا الشيء، بمساعدة تحالف دولي، بمساعدة طائرات روسية، طائرات أجنبية، طائرات بريطانية، طائرات فرنسية، أوكي. لكن إيش سووا وراها؟ يعني هم صاروا بالضبط مثل الأمريكان لما نجوي بال2003. الأمريكان جوي إحنا دنحارب الدكتاتورية مثل ما هم يدعون، وإحنا جايين لخلاص الشعب العراقي، جايين لنشر الديمقراطية في العراق وفي الشرق الأوسط باستخدام السلاح. وهذا الأمر اللي أثبتت البارحة الصحف والمنظمات الدولية أنه أثبت فشله، وأنه حرب العراق بال2003 واحتلال العراق خطأ استراتيجي تاريخي، مو خطأ استراتيجي أمريكي، لا، في تاريخ البشرية كلها، لأنه هذا الخطأ الاستراتيجي أوصل الشرق الأوسط إلى ما هو عليه اليوم نتيجة تدخلات الولايات المتحدة الأمريكية. تنظيم الدولة إجى منظمة إرهابية، منو صنعها مالنا علاقة، منو سواها هم مالنا علاقة، منين جوي هم مالنا علاقة، منو سلمهم الموصل ومنو نطاهم لمبار ومنو نطاهم ديالة ومنو نطاهم ثلث العراق همنا مالنا علاقة. إجا الحشد الشعبي وقال أنا أريد أحارب هذولة وحرر أخوتي من الإرهاب، بس إجانا برهاب أكبر مثل الأمريكان، فجر جوامع، قتل نسوان، اختطف زلم، قتل شباب، قتل أطفال، داس أطفال بالدبابات، هشم عظام بالمطارق، قص إذانات، حارش سوى، جرح بشر ودار بالجروح ملح، فجر مآذن تاريخية، فجر مراقد تاريخية، فجر مباني تاريخية، فجر بيوت، زرع ألغام، هجر ناس، اعتقل نسوان، بلاوي سوى. احنا نحكي الحق بس هم يخافون من الحق، هم بس يقولون احنا حررنا العراق، احنا خلصناكم من داعش، بس ما يباعون ايش سوى وراها، ما يباعون الخاوات اللي دا ياخذوها. هسه الجيش العراقي وينه؟ هسه يحتفل بستة كانون الثاني بالذكرى 98، مبروك عليك، بس انت وين؟ شنو مستواك انت؟ المواطن يهابك لو يحتمي بيك؟ هذا السؤال اللي لازم الجيش العراقي كله يسأل بيه روحه. عند التصورة راح أحكي قصة عن الجيش العراقي. أبو عمر من السليمانية، حياك الله. السلام عليكم أستاذ أفل. عليكم السلام ورحمة الله. والله أستاذ أفل، يوم بيوم بعد هي الطامة الكبرى اللي تجي عليهم، اليوم الأسود قريب عليهم إن شاء الله. أمريكا جادة، أمريكا لا تستحي ولا تخاف من أحد صراحة، أمريكا مصلحتها فوق الكل، زين، بس هي نهايتها مقربة بإذن الله، ويوم بعد يوم بتطرح أكثر وأكثر. بالنسبة للمسألة اللي طرحها مايك بومبيو وزير خارجية الأمريكي، قال لهم لازم قلل عاتف زوية، قال لازم تقلل ميليشيات، وهي 67 ميليشيا لازم تقللهم وتطردهم، زين، ما تبقيهم. فهم طبعا ايش راح يسوون؟ قالوا راح يسمعون، ويا المرجعيات الفارسيه مالتهم، ويا هم بعضهم هاي العصابه تجتمع، فتحاول تجد حل، طريق حل لها حسب على انه تحفظ ماء الوجه. لكن انا متاكد هم راح يقولون اذا ما تطلع فتوى دينيه تطلع فتوى سياسيه، قانونا سياسيا تطلع قرار، مثلا في مجلس النواب هذا مالتهم تعبان، انه يقولون يا بدك الميليشيات هاي 67 وهي الجيش والشرطه، ايش قد نظيفين هم الجيش والشرطه، بعد راح يصيرون انظف، بل اجل لكم الله اوسخ وانجس راح يصيرون، زين. هذا حل واحد. الحل الثاني اما انه يتنازلون، وهذا الشيء من الصعب ان يتنازلون يحلون الميليشيات، لان راح يفقدون الصفه القانونيه والماليه، الاستفاده من الاموال اللي تجيهم بالمليارات من وراء هذا الحج التعبان اللي ما يطلع تعداد 30 40 ألف يشوفهم مسوي له 200 ألف 300 ألف، زين، هذا راح يستفادون من عنده على أساس، فإذا فقدوه راح ينتهون، فمن الصعب هو التنازل. أما الصفة الثالثة فهي حرب الشوارع، تريدون تريدون، وأنا متأكدة من عنده، متأكد من عنده هذه الحرب راح تصير،
لان هم خسرانين. يقول لك انا اذا فقدت الجيش الميليشيات راحوا للجيش والشرطه والدوائر الخدميه او ضيحتهم بالشوارع ورجعتهم مثل قبل على سابق عهده اهل القواطي والابطال الفارغه. فهذول بعد وين القاهم؟ وين هذا؟ فتستلمهم من غير قوات. وهسه اكو صراع شيعي شيعي مضبوط سياسيا ما بيناتهم، لانه اكو من يعرف انه مصلحته ويا امريكا، وامريكا دوله عظمى قويه عدة تحارب 70 دوله واموال المسروقه عسى ولا على ان تحافظ عليها وتحتفظ عليها هو كشخص. خلي يروحوا من عنده 10,000 20,000 مو مشكله، ولد الخايبه مؤمنين به مؤمنين مصدقين زين، يضحون بحياتهم من اجله ما يعرفون شنو السالفه. فيصير هذا. ثانيا استاذ امريكا، امريكا لو ما كانت جاده ما كانت وصلت الى هذه المرحله وياهم. يعني شوف صار لهم سنتين بعد اتفاقيه بعد مؤتمر قمه الرياض بدات تطلع النتائج يوم بعد يوم بعد فتره شهر شهرين ثلاثه الى ان تنتهي هذا المساله، ان يعيدون القوه ان يعودون المنطقه الى عهد سابقا كانت ان تنتهي ايران من العراق من سوريا من لبنان من اليمن، ثم بعد ذلك يجون على الروسي. هم هسه ما يتقربون على الروسي، يقولون له كيفك انت؟ شو تقدر تسوي؟ سوي بس اذا صاروا في المنطقه كلهم والنظام الايراني سقط بايران استاذ النفط راح يصير ب10 دولارات، روسيا راح تسوي راح تضطر غصبا ما عليه تنسحب من سوريا وراح تنسحب من حتى من اوكرانيا شرق اوكرانيا. ابو عمر انت تقول لي امريكا جاده في انهاء الوضع واعادته الى عهد الى سابق عهده، يعني بعد ايش؟ يعني اكو مثل بالعراق يقول لك ورا خراب البصره، يعني ورا ما خرب العراق ومات السمك ومات النخل وتجرفت البساتين وخسرنا زراعه وصناعه وعلف وثروه حيوانيه والاهوار جفت، ورا ما صار هذا كله الدمار بالعراق كله، يلا تقول لي امريكا راح ترجع الوضع مثل ما كان؟ لعد ليش جتنا اصلا؟ جدول مستاذ، هذا هو جدول مستاذ عفك. استاذ عفن الامريكي صحيح سياسه وسخه ونجسه، لكن اللي اوسخ اجل لكم الله وانجس من عنده هو صاحب الهويه الوطنيه والقوميه اللي احنا نتبارك فيها دائما اللي نحترمها اكثر ما زين. انت ابن الوطن مليون مليونين دول خونوا عملاء 5 ملايين ما شاء الله كلها ضحت بارواحها وكلها تدافع عنهم وشايل سلاح. انت تشوف المظاهرات اللي تطلع المظاهرات على المي وعلى الكهرباء وعلى ما ادري شنو الخدمات. فجر سمعت مظاهره طلعت قالوا يا هذول خطيه نازحين هذول السجناء مئات الالاف موجودين بالسجن، يعني ولو قطعه صغيره 10 سنتيم ترفعوها بتشذب واحد يصيح له صيحه بالشعارات هاي الرنانه والهذا يدافع عنهم. ما سمعت انت استاذ عباس؟ فاحنا مضطرين، احنا امام سنه كونيه وعدنا بها الله سبحانه وتعالى ولا ذاكره ما بعيده، لكن قسما بالله النظام الايراني سينتهي حتى الروس سينهزم. لكن هناك اكو حرب راح تصير بالشام، الموعد بالشام ماكو غير مكان. واذا بالعراق صارت تصير فتره بسيطه يعني حرب شوارع بيناتهم واحد يقضي على الاخر. اللهم اجعل بسهم فيما بينهم. هو بدايه الجعل الان، هنا جعل بدايه الجعل بعد الدعوات من المظلومين ومن المقهورين ومن الجوعى ومن اصحاب الشهداء ومن اصحاب الايتام والارامل، هذول كلهم هاي دعواتهم. نعم عمي ابو عمر من سليمانيه اعذرني وشكرا لك. عندي اتصال من ام عبد الله بغداد، حياك الله ام عبد الله وعذرا للاطاله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. تحيه لحضرتك والى قناتكم الشريفه ولكل العراق الشريف. حياك الله. استاذ اطلب من حضرتك انه لا صحح لي نحويا لانه خربت افكاري. على راحتك تفضلي. استاذ انت بدايه كلامك قلت انه يعني ايران وامريكا تعتبر انه ساحه العراق هي ساحه كره يعني مباريات. يعني فالكره هو الشعب العراقي والساحه هي ساحه العراق. زين استاذ، هو من البدايه انه ايران وامريكا تبقوا على احتلال العراق والغاء نظام صدام وهذا كان متفق عليه، يعني انه فوق الارض لايران وتحت الارض لامريكا، يعني هذا
عليه. زين احنا صار لنا 15 سنة شفنا الويلات، شفنا يعني شيء اللي حتى اثرت على كرامة العراقي. لا كرامة، لا شرف للعراقيات، لا شرف للعراقي، لا شرف للجيش اللي كان اقوى جيش عراقي في العالم، او العفو بالنسبة للوطن العربي بالمنطقة. استاذ يعني هاي الشغلة اللي بنشوفها احنا صار لنا، ليش ما تحركت امريكا وقالت انه هذا الوضع اللي موجود في الوطن العربي خاصة الجيش الشرقية انه لازم يتغير، لان ايران طغت بالميليشيات مالتها ودواعشها. زين يعني ما قدرت تصحح؟ يعني ليش انقتلوا الشباب؟ ليش اتدمرت المحافظات؟ ليش الناس هسه في حالة جوع وحالة برد وما اكو شيء يسترهم ولا اكو خيم ولا والوطن العربي كله متفرج علينا؟ يعني هسه هاي الامطار وهذه السيول وهذه الثلوج، يعني اكو احد من الوطن العربي وخاصة الدول الخليج هم قالوا احنا نقدم مساعدات لهم؟ أستاذ يعني هي الدول العربية كلها اتفقت على أنه تلغي نظام صدام. ليش؟ لأنه نظام صدام أو قوة العراق من قوة صدام، لأنه كان يعني الحرب الجهة الشرقية للوطن العربي اللي كان رافع راية الوطن العربي واللي كان رافع رأس الوطن العربي أو رجالات الوطن العربي. فإحنا السبب، إحنا السبب اللي اتفقنا على إزالة نظام صدام، ولهذا يعني كلنا كشعب إحنا دمرنا بلدنا. أستاذ يعني هذا التدمير، وبعدين إحنا صايرة سياسة الوطن العربي خاصة بالنسبة للحكام أو بالنسبة صايرة حكومات مزاجية، يعني تريد السيطرة، تريد تستغل الأبناء، تريد تستغل أرضها في مصلحة الحكام. ليش؟ يعني ليش أنا ما أتفق ككليتنا كحكام عرب إنه يقومون بعملية إنه وطن عربي يكون قوي ومسلح وإلى كيانة وإلى كقوة؟ إلى ليش يسموه عالم الثالث؟ لا أنا أريد يكون الوطن العربي كقوة ثالثة بعد أمريكا وروسيا، لأنه إحنا ترى مو خليلين، وبعدين عندنا ثروات ومستغلينه، إحنا ليش نتفرج عليهم وهم يقتلون بشعوبنا ويدمرون محافظاتنا ويقتلونه؟ وكلنا ترى ساهمنا في هذا التدمير إلى أن طال الحرق وطال الضرر للمناطق الجنوبية، وقامت البصرة بإعلان رفضها للحكام الأحزاب ولحكام إيران ولحكام أمريكا. هذا نشوف إنه أمريكا يعني الحال إنه الحال هو اتحاد العراقيين، ترى ماكو أي حل للعراقيين إلا باتحادهم وحمل السلاح. أم عبد الله من بغداد أعتذر منك وشكرا جزيلا لك، عندي اتصالات كثيرة. ناصر من بغداد حياك الله. ناصر من بغداد انقطع. محمد من البصرة أيضا انقطع، أعتذر منكم على الإطالة وأرجو اتصالكم بنا مرة أخرى حتى نسمع آرائكم بهذا الموضوع. فاصل قصير ونرجع لكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. بالفترة الأخيرة تطلع تصريحات من مسؤولين أمريكان ومن مسؤولين بالأمم المتحدة ومسؤولين في منظمات عالمية
آخر تصريح السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز إلى موقع نيشن أوف تشينج الأمريكي، قال يعني إنه الحرب عام 2003 واحتلال العراق كانت له عواقب وأضرار لا تحصى، وأن الحرب على العراق كانت مأساة ذات حجم هائل، وأن دخول الولايات المتحدة في تلك الحرب كانت قائمة على سلسلة من الأكاذيب رغم ما قالته إدارة بوش وقتها. فالعراق لم يكن له دور في هجمات 11 من أيلول، ولم يكن يملك أسلحة دمار شامل. إيش نقبض من عند هذا التصريح؟ إن كان بيرني ساندرز ولا كان ترامب ولا كان أي واحد، هسه إذا طلع جورج دبليو بوش الابن بنفسه وقال أنا أعتذر إنه أنا دخلت العراق بأكاذيب، أو طلع بول بريمر وقال أنا أخطأت في بعض القرارات اللي أخذتها لما كنت رئيس السلطة المدنية لقوات الاحتلال، إيش راح يفيدنا هذا الشيء؟ راح يرجع لي أقربائي وأقرباء الشعب العراقي اللي انقتلوا؟ راح يقوم لي الناس من القبور ويقولهم أنا آسف من أدكم ويرجعهم للحياة؟ راح يرجع لي المباني اللي اتدمرت؟ راح يرجع لي محافظات اللي راحت؟ راح يرجع لي أواصر المحبة والأخوة والتصاهر اللي كان موجود بين الشعب العراقي قبل 2003؟ راح يرجع لي الزراعة والصناعة، الثروة السمكية، الثروة الحيوانية؟ راح يرجع لي نخيل العراق؟ راح يرجع لي هذا التصريح؟ طلع وحكي هسه طلعاني واقول بوش باقي العراق بست ملايين، انا هواي باقي، بس فرضا ايش راح يسوي هذا التصريح؟ واحد طلع حكى وراح الله وياه، بس الشعب العراقي ايش راح يقبض؟ اني وانت وغيرك ايش راح يقبض؟ راح يرجع لي الامان والاطمئنان اللي كان عندي؟ راح ينهي لي الميليشيات؟ المأذنة الحدباء اللي عمرها 900 سنة راح يرجعها؟ جوامع وكنائس تاريخية تفجرت راح يرجعها؟ أشلاء اتطشرت بكل أنحاء العراق نتيجة مفخخات وعبوات وحرب طائفية وحرب احنا ما لنا داعي بها، راح يرجعها هذا التصريح؟ لما يطلعون يقولون احنا أخطأنا، يعني انت ما اخطأت بعملية حسابية بامتحان واخذت درجة وطلعت، انت اخطأت بحق شعب كامل، ذول النازحين اللي مطشرين هسه بالمخيمات راح ترجع حقوقهم؟ راح ترجع لهم بيوتهم؟ الناس اللي هجت من العراق وراح قام يستجدي من العالم لجوء ويستجدي إقامات، راح ترجع له الراحة النفسية؟ اللي بصدر كل عراقي هسه من غل على أمريكا وإيران راح تنهي؟ ما أعرف من يطلعون يصرحون هكذا تصريح وأنتم مشاركين في دمار هذا البلد، يعني شو يقول الرب باكر من يطلع؟ يقول له والله أنا طلعت واعتذرت، حالك حال الكثيرين، حالك حال ورأس أحدى الدول العربية لما انطلع وقال والله العراق ما يصير به هيك، وإذا صار به راح يصير دورنا وراه، هو بالحرب العراقية الإيرانية كانت الصواريخ الإيران تنقصف بها بغداد. محمد بن البصرة رجع لنا، حياك الله. السلام عليكم استاذ اسد الصقر. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله استاذ اسد الصقر. تفضل. تسمعني اخ محمد؟ تفضل. يبدو أنه شبكة الاتصالات بالبصرة تعبانة، الله يعينهم. إذا أمنت شبكة أقوى أتمنى ترجع تتصل بينا ونسمع صوتك ونسمع رأيك. هاي واحدة من مساوئ أمريكا اللي دخلتها بالعراق. تقطيع العراق هذا اللي مقطع هسه بألف وصلة،
واحدة من مساوئ أمريكا. الصبات الكونكريتية اللي انتشرت، الفرقة ما بين عشائر اللي سادت، كثير من الأمور السيئة اللي موجودة، المخدرات اللي طاشة بالعراق بهاي الفترة، الشباب العطالة البطالة اللي مشمرين بالشوارع يدورون على رزق، العادات والتقاليد اللي كان الشعب العراقي ما يعرفها وهي دخيلة على الشعب العراقي وكان يمقتها ويرفضها، واللي حاليا غصبا ما على الشعب العراقي أصبحت واقع حال، مثل مصدر شهداء الزور اللي موجودين بباب المحاكم ياخذ فلوس ديش الزور. كثير من الأمور لما يطلع لي أي مسؤول أمريكي ويقول إنه إحنا أخطأنا بحق الشعب العراقي، هاي الكلمة راح تبريك، هاي الكلمة يعني راح تبري بوش، لو راح تبري توني بلير، لو راح تبري أوباما الورا، لو راح تبري دونالد ترامب، لو راح تبري أي واحد بيكم، ما أنتم كلكم مشاركين بقتل الشعب العراقي. أبو محمد من الموصل، أبو محمد عندك أخوي عزيز. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. والله هي دمرتنا الميليشيات بالموصل وهاي العصابات. نعم. ورّوا قسم من بيوت العالم، منتكوا أعراب العالم. نعم. بالتعاون مع المصادر السنية اللي معهم، أكو مصادر سنية معهم. نعم. أي أيوة والله. فدمرونا والله أذونا حيل غطوا علينا والله، حتى قاموا يعني يتحارشون بعرض الناس بالتعاون مع المصادر السنية معاهم طبعاً. نعم اي والله عاد والله هي انتوا نص صوتنا لكم، بلك تشوفونا حال تشوفونا شيء. نعم نعم حاضر الله خير العزيز. هلا شكرا شكرا لك ابو محمد. ابو محمد يعني احنا اللي نقدر عليه نقدمه، واجبنا انه احنا نرفع معاناتكم ونرفع شكواكم الى الراي العام عن طريق شاشه الرافدين، واللي يكتب رب العالمين ان شاء الله يكتب لكم الراحة البال والعودة إلى مناطقكم وبناء مناطقكم مثل ما كانت قبل، ونترجع الموصل ونينوى وكافة مناطق العراق. أنا ما أحكي بس على المحافظات الست اللي دمرت نتيجة دخول داعش أو مسرحية دخول تنظيم الدولة إلها، لكن حتى الجنوب. أبو ناصر من تركيا حياك الله. السلام عليكم. سلام. عليكم السلام ورحمة الله. حيا الحضرتين وقناة الرافدين وكل الكادر، ونشكركم على البرنامج اللي ينقل معاناة المواطن. واجبنا أبو ناصر. الله يبارك فيكم ويحفظكم إن شاء الله. سؤال أسأل، يعني هي الكل ترفض التدخل الأجنبي بالعراق. نعم. والكل دخلوا للعراق واستلموا مناصبهم بالتدخل الأجنبي. نعم. وهسه الأمريكان منتشرين بكل العراق. نعم. وهم يصرحون ما نسمح بأي تدخل أجنبي. إيران متواجدة بكل مفاصل الدولة، وهي اللي تعين رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء، وهم يصرحون ما نسمح بأي تدخل أجنبي. ميليشيات إيران منتشرة بكل العراق وهم يصرحون ما نسمح بتدخل أجنبي. يعني هم يعرفون ويعرفون بأن كل العالم وخصوصا الشعب العراقي بأنهم يكذبون، هم دا يكذبون، والمشكلة يعرفون بنفسهم يكذبون ومع ذلك مصدقين بنفسهم ومستمرين على الكذب. يعني هي دولة تايهة أستاذ أسل، معقول اختلاف بين فصيلين أو كتلتين، يعني الحكمة والعصائص، وواحد يهدد بالثاني، وما شاء الله يطلع لنا رئيس جمهورية بدل ما يتخذ إجراءات رادعة ويأمر بسحب السلاح ويطبق القانون ضدهم، راح يتوسل بيهم ولسان حاله يقولهم هسه أنت شفتوا بهالمواضيع هاي، شفتوا بهالسوالف، دبوق وخلونا نبوق وتركوا هاي الشغلات. يعني البارحة واحد من قادة الميليشيات بيقول ردنا وصل للأمريكان بأن رادوا يطلعون استطلاع بعض المناطق الغربية ومنعناهم. يعني تعلم أنت الحد، أنت وين متواجدين وشنو مكانكم اللي متواجدين بيه وشلون يسمحوا لكم الأمريكان أن تمنعوهم؟ يقول
يقول حتى منعناهم ان يرجعون القاعدة عين الاسد. معقولة انت لهالدرجة وصل بيك السجد والاشتراك؟ معقولة انت اللي راح تخلي الناس تصلي بيكتب هذا كلامك؟ اي صحيح. لا هو منعهم بحيث انه دونالد ترامب لما اجى للعراق ما استشار احد ولا سال على احد ولا دار بال لاحد، حتى ما شاف واحد بهم. طب وطلع وما يدرون به، ورا ما طلع يلا حسوا انه هو طب. فكلامهم صحيح يعني، احنا ليش نستغرب؟ هي لانه هو بالاساس ما يحترم اي واحد من عندهم. وزير الخارجيه شو اكو جندي امريكي يحترم بهم واحد؟ حتى دونالد ترامب يحترم بهم واحد؟ رحم الله والديك، رحم الله والديك. يعني وزير الخارجية الأمريكي يقدم قائمة 67 فصيل ميليشياوي ويطلب من عادل عبد المهدي أن تنحل هاي الميليشيات وينسحب سلاحهم، وعادل عبد المهدي يطلب منهم مهلة ويطلعون ويقولون ما نسمح بأي تدخل أجنبي. طيب هذا شنو هذا؟ مو تدخل أجنبي، على منو تضحكون أنتو؟ يعني أنتم لا أبو ناصر، يعني هذا تدخل أجنبي، بس لما نيجي قاسم سليماني مناك من الصفحة اليمنى ويقولهم هذا يصير وذاك ما يصير ويقولوا له حاضر سيدي، هذا مو تدخل اجنبي. مو انا قلت لحضرتك استاذ افر، يعني الايرانيين وقاسم السليماني والميليشيات الايرانيه منتشره بكل العراق وهم يبلونها من يسمع تدخل اجنبي. يعني ما اعرف عليهم من هم يضحكون، بالتاكيد هم يضحكون على نفسهم. يعني انا اقول انتم كلكم من برلمانيين وسياسيين وحكومه ومعممين مجرمين، وكلكم شاركتوا بدمار العراق، وكلكم شاركتوا بدمار وإفقار الشعب العراقي، هجرتوا الملايين واعتقلتوا مئات الآلاف وقتلتوا مئات الآلاف من 2003 إلى هسه. أكو ناس، يعني بعض الناس شرفاء من العرب ومن الأجانب يترحمون على العراق وشعب العراق، وأنتوا تدعون بأن أنتوا عراقيين وما عندكم رحمة على العراق ولا على شعب العراق. يعني واحدكم كان، مع احتراماتي لحضرتك وللمستمعين والمشاهدين، يعني واحدهم كان دايح بدول العالم ويتمنى يحصل على مساعدة يعيش بيها، وهسه يملكون المليارات ويسكنون قصور ويملكون عقارات وفلل وحتى جزر بدول العالم. من البداية أستاذ أفل الشعب العراقي عرفهم وعرف شنو نواياهم، والعالم عرف هم شنو، وهسه إجا الوقت اللي لازم يدفعون فيه ثمن الجرائم اللي ارتكبوها بحق الشعب والوطن. نعم. وين ماكو واحد، مع احتراماتي لحضرتك، ساقط وفاسق تلقاه يأسس له فصيل ميليشياوي ويحمل سلاح ويصير ويزول بالبلد بدون أي رادع. يعني أقول حضروا نفسكم، أما الهروب وأما الموت، وإن شاء الله كل حقوق الشعب العراقي ترجع وأنتوا تروحون مجابل التاريخ. نعم، شكرا، شكرا جزيلا لك أبو ناصر. طبعا تعقبا على كلام أبو ناصر، هي مفارقة أنه هم ما يفكرون بها أو ما أدري الناس ما تفكر بها. أمريكا جابت مثل ما تقول ديمقراطية، طبعا ديمقراطية كانت معلبة بقوطية، هاي القوطية على مزاج جورج دبليو بوش الابن ديك الفترة، وراها صارت على مزاج أوباما، وهسه على مزاج دونالد ترامب، انضاف لها مزاج آخر هو المزاج نظام الملالي في إيران. فهاي الديمقراطية مالتهم. ذول اللي جوي كلهم من برلمانيين إلى مجالس محلية إلى مجالس محافظات إلى بلديات إلى 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 إلى، احسبوهم مش قد يطلعون، طلعوا من الشعب العراقي مليون داخلين بالعملية السياسية، 90% من عندهم يمتلكون جنسيات أخرى من جميع أنحاء العالم، على رؤوسهم رؤساء الكتل إبراهيم الجعفري، عمار الحكيم، سليم الجبوري، غيره 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 غيره، كلها تمتلك جناسي إن كانت أمريكية بريطانية إيرانية وباقي الدول. هسه إذا نريد نفكر عوف العراق، أمريكا، باراك أوباما أمريكي بس أصلا من وين؟ من أفريقيا، من إجا إلى سدة الحكم أو رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية كل البشر هذا أصله مسلم، ما راح يرجع لأصله، وشوف ايش راح يسوي للمسلمين، راح يعيشهم بنغنغة، راح يفك ياخي عنهم، راح يسوي، راح ما أعرف شنو، ما سوى غير المصلحة إلى بلده. شنو اللي يفيد بلده سواه؟ أمريكي، ما له علاقة بباقي الدول، وما له علاقة بأصله شنو كان، صار رئيس إلى دولة وفالها. روحوا إلى كندا، شوفوا الحكومة الكندية، وزير الدفاع الكندي، كندي؟ لا، هندي ويطلع هو وعمامته،
يمكن ديانته همنا سيخية، بس من يحكي يقول أنا هندي؟ لا، يقول أنا كندي. إلا يمنا، إلا يمنا، أنا عراقي بس أنا أدافع عن إيران لأنه أنا ما يهمني العراق. أنا عراقي بس أنا أدافع عن مصالح أمريكا لأنه ما يهمني العراق. وأنا عراقي بس أدافع عن مصالح بريطانيا. وشكو واحد بيهم شايل له جواز ثاني بجيبه يبوق وينهب ويسرق ويدافع عن جواز الثاني، ولما يجون يقولوا له ها تعال هاي منين لك؟ كاثي ما لا أنا عندي هذا الجواز وطلع. حالة حالة هواية، وبداها عبد فلاح السوداني. عادل من الناصرية حياك الله. عادل انقطع الاتصال ويا عادل. الله يعينكم يا شعب العراقي ويا شبكة الاتصالات. واحدة من مساوئ حكومات العراق اللي جت من 2003 لليوم انه ما حد يقدر يسمع رأيهم ولا حد يقدر يسمع اخبارهم، لانه يحكي يا 10 و20 اتصال ويا دوب يسمع منه كلمتين. ف المفارقة بالعراق لما واحد يباوع على سلطة العراق ما سميها حكومة، لأن ذولا مو حكومة، وحرام تسموهم حكومة لأنه ذولا لو حكومة كان عرفوا يحكمون، كان بنوا سووا حطوا زرعوا ساعدوا الناس، بس مو يبقون مزارع الناس ويطوها يطوها للولد المسؤولين ويطوها إلى المسؤولين وتعالوا اخذوها قطع أراضي سكنية. أبو فيصل من السعودية حياك الله يا أبو فيصل. أبو قاسم الله، السلام عليك. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك أستاذ أثر؟ كيف حالك؟ ألف الحمد لله. وأحييك وأحيي قناة الرافدين وأحيي كادر الغناء وأحيي المتصلين كل المتصلين، أبو عمر من السريمي وأبو عبد الله من لندن. بالنسبة للعامري ما شاء الله عليه ولد، هذا يريد قرار عراقي بامتياز ما شاء الله عليه، بس هو ناس انه يقاتل على الثمانينات ويعذب الأسرى العراقيين ايام القادسية هو مع الخامنئي. نعم. فقضيتهم هو قضيتهم على الخامنئي قضية زواج، متزوج الزواج الخامنئي. وتحية لك. شكرا شكرا لك. برنامج الواتساب، شخص من العراق يقول تحياتي لكم، اليوم بإذن الله منتخب الشعب العراقي يلاقي ممثل الحكومة العراقية منتخب إيران، ونتمنى الفوز لمنتخب الشعب والخسة والرذيلة لذيول إيران ومن تبعهم. ربي يكتب الفرحة إلى كل مواطن ومواطنة عراقية يا رب. السلام عليكم، متابعكم من البصرة، تحياتي لقناتكم الشريفة. حياك الله، وش وقت ما تريد، هاي قناتك وقناة الشعب وإحنا موجودين لنقل آرائكم وأتمنى أسمع رأيك. أخوكم أبو محمد من تركيا، أقول لشعب العراق وبالأخص لإخواننا الشيعة، كم وزير وكم محافظ كان موجود بعهد صدام حسين في الحكومة العراقية وكان مرفوع رأس العراق في كل الدول والعالم، وحالياً من وراء اللي باعوا الوطن للأجنبي في سبيل مصالحهم دمروا العراق ودمروا الشعب العراقي، افتكروا بها. علي البرزنجي يقول الشعب العراقي خدع من المعممين والأحزاب بوعودهم بالتغيير إلى الأفضل، لولا الشعب ما دخلت أمريكا وإيران، والآن الشعب تعلم الدرس ولكن الثمن كان باهظ، فقد تدمر العراق. مع الشكر والتقدير للشعب العراقي المفرح بالأمر، هناك نظام معروف بعدله وحزمه سيعود. السلام عليكم، للأسف الشديد العراق ضاع بيد السراق والحرامية، نرجو من شعبنا أن ينتبه ويخرج بصوت واحد للخلاص من كل هؤلاء السياسيين، كافي سكوت، انهضوا من سباتكم. من العراق بس ما أعرف الأخ شنو اسمه، ما كاتب اسمه. أخيرا أخي أفل، الكرة تتقاذفها الأطراف فيما بينها أمريكا وإيران، كل يريد مصالحة في العراق العزيز،
من خلال تشكيل حكومة العملاء لأجل النفوذ والسلطة وغير ذلك. كثير من الطرف الأول أتى بإيران على ظهر الدبابة الأمريكية لخدمة مصالح أسياده، لذلك لا تتوقع منهم أي حق أو باطل أخي، هذه هي مصالحهم فقط لا غير من الإمارات العربية. شكرا جزيلا لك. نحن عقود الكهرباء المفسوخة عقودنا، نطالب من خلال قناتكم إنصافنا. والله عظيم، يعني هاي واحدة من مأساة الموظفين بالعراق. يعني عوفوا إيش قد أكو تحت خط الفقر، مو فقرة، تحت الفقر. عوفوا إيش قد أكو بطالة، عوفوا إيش قد أكو مصايب، عوفوا إيش قد أكو بلاوي. الموظف اللي قاعد بالدولة لا هو مستلم راتب عدل، لا هو ماخذ حقوق عدل، لا هو مرتاح لأنه هو موظف، ورا هذا بيشتغلون وياه بعقد، يجي ورا فترة يقولوا له روح أنت مالك شغل يمنا. يعني هو بينما أمن الوظيفة احتمال دافع الورا والقدامة، لأنه أكو مسؤول بتلك المؤسسة ما يشغل أحد لله والوطن، وما يباوع على الكفاءة والمهنية بالشغل، بس يجي ابن عمه أو ابن خاله أو شريكة يقول له والله فلان دفع لي هلقد عينة، يقول له صارت عين. فهاي واحدة من مصايب العراق. الله يعين الموظفين والله يعين الشباب اللي ما قادرين يرتاحون. شخص كتب لي يقول لا نريد أحزاب لحكم العراق، نريد قائد يخاف الله ويحكم بقوة عمر بن الخطاب وعدالة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. يعني صدقني يا أخي، إذا أجاك واحد بربع أخلاق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو الإمام علي رضي الله عنه، العراق بخير. ربع ما كان يحكم بأي إمام أو أي خليفة من الخلفاء الراشدين، العراق بخير. سيدي العزيز وكل المواطنين، أريد أقول لكم شغلة واحدة، ذولا الموجودين ذولا مو عراقيين، ذولا الموجودين ذولا جوي يعبون جيوبهم، جوي حفاي. شوفوا شلون صاروا هسه، هذا العامري نفسه طلعنا له صورتين، واحدة لابس قاط وواحدة قاعد بالجبهة ويا الإيرانيين، شوفوا شلون كان حافي ومهتلف، وشوفوا هسه شلون مله. وقيس الخزعلي وأبو مهدي المهندس وغيره 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 وغيره، والقائمة تطول، وعندكم صورة موجودة بالإنترنت ومنتشرة. نور المالكي شوفوه وشوفوه هسه، إبراهيم الجعفر يشوفوه قبل وشوفوه هسه. القضية وما بها يا ناس إنه ذولا مو عراقيين. اتصال عندنا منه محمود بن ديالة، حياك الله. محمود إذا تسمعني أريد باختصار لأن الوقت أدركني، تفضل أخويا. عيوني أستاذ، شلونك عيني؟ حبيب قلبي. أستاذ عيوني. نعم. دولة عصابة مجرمة، وأتمنى نعم. منكم توثقون جرائمهم وتنقلوها بالأمم المتحدة. نعم. اي نقلوها بالعالم، جرائم مالتهم الشنيعه الفظيعه. والله يعني احنا كقناه الرافدين ما مقصرين بهذا الموضوع، اما كقناه مو من واجبها ان تنقل الى الامم المتحده، هنالك كثير من المنظمات، واضافه الى ذلك عندك هيئه علماء المسلمين قسم حقوق الانسان متابع إلى هذه الجرائم، دا يوثقها ودا يسجلها ودا يحطها في قوائم جاهزة، وهو اللي دا يقوم برفعها إلى المنظمات العالمية. نعم، شكرا لك أخ محمود بن ديالة. بالختام أريد أقول نقطة واحدة، أم عبد الله من بغداد قالت الحل هو أنه يتوحد العراقيين، وأنا أقول لك يا أم عبد الله صحيح، الحل أنه العراقيين كلهم ينفضون الثوب اللي هم لابسيه وينزعون عباتهم اللي موجودة هسه ولابسيها هسه، ويلبسون عباة واحدة ويرجعون شعب واحد من الشمال للجنوب، مثل ما كان ثورة 20 إيد واحدة، يصيرون ذولا إيد واحدة، ويصير الشعب العراقي إيد واحدة، ماكو قوة راح توقف بوجهها. ساعتها
راح نرجع نوقف على رجلينا مرة ثانية. برنامج صوتكم انتهى مشاهدينا، إلى اللقاء.